أغلى من الذهب وهدية الملوك والأمراء، ده حتى العلماء اكتشفوه في مومياء واحد من أشهر ملوك الفراعنة. والأغرب من ده كله إننا بنتكلم عن نوع من أنواع التوابل، فيا ترى إيه حكايته؟ اي بيت مصري هتلاقي فيه ملح وفلفل وكمون، والمفاجاه بقى في الفلفل الاسود اللي ناس كتير ما تعرفش حكايته وليه هو اغلى من الذهب. والاصل يبدا من الهند، الموطن الاصلي والوحيد للفلفل الاسود في العالم كله على مدار قرون، وعلشان كده اوروبا طول تاريخها بتتعامل مع الفلفل الاسود باعتباره سلعه نادره مش هتقدر تشتريها في اي وقت، وعلشان تحصل عليها لازم تستنى سفن تجار الشرق اللي بتيجي من الهند واسيا، وبتكون محمله بانواع مختلفه من التوابل والبهارات والاعشاب، وده اللي ساعد الفلفل الاسود علشان يبقى واحد من اغلى التوابل في تاريخ العالم، لدرجه ان الناس سمته بالذهب الاسود. والمفاجاه بقى انهم كانوا بيعتبروه اغلى من الذهب وبيبيعوه بالجرام، وما كانش حد يقدر يشتريه الا افراد الطبقه الحاكمه والاثرياء، وكان عادي جدا تلاقي واحد داخل على ملك ولا امير بهديه عباره عن كيلو فلفل اسود، وتلاقي الامير ده طالع بيه السما كانه عامل معاه واجب ما حصلش. وغرائب الفلفل الاسود ما وقفتش لغايه هنا، ده روايات التاريخ بتقول ان في حاكم اسمه ألاريك الكوتي حاصر روما بجلالة قدرها سنة 410 في الميلاد، وعلشان يفك الحصار ده تخيل طلب ايه؟ فعلا طلب طن فلفل اسود. ده كمان هولندا قررت في يوم من الايام تدخل في صراع مع اندونيسيا علشان تستولي على مواردها اللي كانت عبارة عن زيت اسود، وما تفهمش ايه حالة جنون الفلفل الاسود اللي سيطرت على اوروبا في وقت من اوقاتها، لدرجة ان في حكام قرروا يتعاملوا بالفلفل الاسود زيه زي الفلوس بالظبط. ومع تقدير اوروبا تحديدا للفلفل الاسود، في حكام بدأوا يعتبروه زي الفلوس مثلا. وعلى فكرة مصر من زمان جدا تعرف الفلفل الاسود، وعلشان كده يعتبر مكون اساسي في مكونات اي مطبخ في مصر. بس الاغرب بقى ان العلماء اكتشفوا حبات من الفلفل الاسود داخل انف موميا رمسيس الثاني، ولغاية دلوقتي الموميا لسه موجودة بحالتها وحبات الفلفل الاسود جواها. ولما العلماء حاولوا يعرفوا ايه السبب، اتفقوا في الآخر إن ده أكيد سر من أسرار التحنيط في مصر القديمة، وأكيد الفراعنة استخدموه لاعتقادهم إن الفلفل الأسود هيساعد في الحفاظ على الأنف. كمان من أسباب شهرة الفلفل الأسود وغلاء أسعاره هي استخداماته الكتير، لأنه مش مجرد نوع من أنواع التوابل بتحطها على الأكل علشان يبقى حرق شوية، لأ ده ليه فوايد علاجية، وأهمها تقوية المناعة وصحة القلب وتنشيط الجسم. ولغاية دلوقتي الفلفل الأسود لسه من أغلى البهارات على مستوى العالم، بس طبعًا مش زي زمان، لأن في دول بدأت تزرعه بخلاف الهند زي الفلبين مثلًا، واللي تعتبر دلوقتي أكبر مصدر للفلفل الأسود على مستوى العالم، وكمان عمليات الشحن الرحلات البحرية بقت أسهل بكتير جداً عن زمان. لكن طبعاً الجودة بتختلف من نوع للتاني ومن دولة للتانية، وتفضل الهند صاحبة أعلى جودة. ومع ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية الفترة الأخيرة وصعوبة الاستيراد، زادت أسعار الفلفل الأسود في مصر. انت بقى كنت تعرف كل ده عن الفلفل الأسود اللي موجود في مطبخ بيتكم؟